الحزب الديمقراطي ثابت على نفس الموقف بالتضامن مع الأخوة في نينوى والموحدة بمقاطعة الجلسات لحين العدول عن القرارات الخاطئة ومخالفة القانون. نرجع لموضوع المضي بقرارهم، القرار ما تنفذ لحد هذه اللحظة لأنه المحكمة ما أنطت نتيجة بأنه الجلسة كانت شرعية أو غير شرعية أو قراراتها شرعية أو غير شرعية. لذلك الحديث سابق لأوانه بأنه طبقت أو لا. أخلي المحكمة تقرر. بعد قرار المحكمة راح يكون واضح للجميع بأنه هل احنا على صواب ام هم. فواقعيا احنا اكو دستور، اكو قانون، اكو نظام داخلي ملتزمين به لحد هاي اللحظة. اكو عدة ملاحظات صارت على هيئة الرئاسة او على اللي مسؤولين على النظام الداخلي ومخالفات صارت الكل يشوفها. على سبيل المثال اليوم اكو بعض الاخوة انتقدوا موضوع الاعلام انه ما يخلون الاعلام يحضر، وهذه هم جزء من سياسة فرض قناعة معينة لشخص أو لهيئة موجودة بالمجلس بأنه ماكو شفافية. فإذا نحن اتجهنا إلى سياسة الفرض وسياسة الحزب الواحد أو الرؤية الواحدة، وهذا الشيء ما يناسب لا الديمقراطية ولا يناسب الشعب العراقي بشكل عام ونينوى بشكل خاص. يعني بعد الأمر رئيس المجلس إجا بالتوافق من يدعي إلى المعارضة، إذا كان من البداية ما قبل بالتوافق وما جاء هو بالتوافق، إجا بالأغلبية بعدها كان خلي يحق له هذا الكلام، بس هو اجى بالتوافق. فاذا هذا قفز على الحقوق وعلى التوافق وعلى الاتفاقات، اذا نقض بالعهد اللي كان بيناتنا في تشكيل الحكومه بالتوافق. لذلك يعني هو المفروض يرجع بكلامه ويتاكد انه هو اللي قاله هالمنطق. هسه كل الموجودين حاضرين ليشوفون انه شخص اجى بالتوافق بعد ما استلم المنصب يدعو الى الاغلبيه، اذا انت رجيت بالتوافق. اول يوم احنا كنا اغلبيه معنا نور الموحدة ب 17 صوت، نائب الرئيس الكلام موجه لنائب الرئيس اللي تحدث به، انت قلت لي هيئة رئاسة. نعم. بعد الامر يكون الرئيس بعدين النائب، فنائب الرئيس هو اصلا اجى بتوافق ومن حصة نينوى الموحدة وقفز من حزب الى حزب ومن كتلة الى كتلة، وهسه يقفز من توافق الى الاغلبية. فماكو مشكلة، خلي يمارسون الاغلبية واحنا راح نبقى مدافعين عن حقوقنا وعن ناسنا وعن اهل نينوى وعن القانون على موقفنا، ونشوف ايش راح يصير بالاخير. احنا اللي يهمنا الناس وحقوقهم، ما همتنا المناصب او الوحدات الاداريه اللي يتحدثون عنها، خلي ياخذون كل شيء، بس بالنتيجه احنا نريد نكون على نفس النهج، نهج العهد اللي احنا قسمنا على انه نحافظ على حقوق اهل نينوى.